هنتكلم ايه الاخطاء او ايه المشاكل اللي مقابلاني في البلان ده من ناحية الاسكوب. اول حاجة البلان، في بلان ديتيلز قبل ما انزل السكشن في شوية مشاكل في البلان هنا بتنقصه. اول حاجة التهشير بتاع الحوائط، زي ما احنا شايفين برضو التونات، مفيش تونات في الشكل بتاعي. المحاور بتاعت الفرنتشر يا جماعة، المحاور دي مهمة جدا لان هي اللي بتحرك لي يعني، او هي اللي بتحدد لي ازاي بيتم توزيع الفرنتشر بتاعي بشكل متوازن وعلى ابعاد متساوية. انا هنا حطيت، فضلت ان انا احط ترابيزة. فكرة ان انا احط في سايد تيبل ترابيزتين داخلين في بعض في الحتة دي مش حلوة قوي، فلو اتحط الترابيزة مربعة زي ما محطوط كده كان يبقى افضل. تاني حاجة، لو بصينا هنا للشبابيك مش باينة الخطوط المتصلة ما بين الحيطان، وعشان كده بأكد اهمية التونات لازم تكون واضحة. الشباك بتاع البلكونة برضو مفيهوش تفاصيل، كل الحاجات دي بتنزل معانا من درجة التفاصيل المعمارية، لازم نراجعها ولازم نتأكد ان احنا عاملين التونات بتاعتنا بشكل صح. لما بنقول فيه تحكيم نهائي، تحكيم نهائي يعني لازم يكون على لوحة 50x70 كنسل. هنا يا جماعة مهم قوي خط القطع، خط القطع بيحدد لي انا هسقط فين او انا هبقى شايفة ايه بالظبط. تفاصيل الباب، الكيرف بتاع الباب اللي بتتاخد بالكومبس او البرجل بتاعي مهمة جدا انها تتعمل مظبوط وما تتسابش فاضية. بأكد تاني خط القطع بتاعي مهم جدا يتعمل بالشكل ده لو انا هسقط كل اللي انا شايفاه قدامي. بأكد على المحاور، وطبعا المحاور لازم تكون مكملة في كل وحدات الفرنتشر اللي موجودة معايا، وبتكون طبعا بأخف تون. هنا انا فضلت ان انا اقرب الترابيزة شوية، مش هتعمل اي مشكلة ولا اي فرق، وممكن كمان نحطها بشكل محوري مع الكنبة والفوتيهات، مفيهاش اي مشاكل خالص. لو جيت بصيت هنا على الفوتاي اللي موجودة على الجنب لقيت ان مفيهوش تفاصيل، مهم قوي اي وحدة قياس انا حطاها لازم يكون فيها التفاصيل، خط الظهر، الشلتة، خط الميل زي ما اتعلمنا قبل كده. الحاجات دي واضح انها مش واضحة في بقية الحاجات، وده نتيجة ان التونات مش واضحة. المحور بتاع الكنبة الرئيسية ممكن هيمشي معايا مع المكتبة. طيب لو انا جيت بقى دلوقتي ظبطت الكلام ده كله، بدأت هسقط السكشن بتاعي، بأكد انا شايفة منين وايه كل الحاجات اللي انا شايفاها قدامي، بسقطه بشكل اماني. يا جماعة لو سمحتوا محدش يسقط من الظهر، ناس كتيرة وقعت في الغلط ده ودرجتها قلت من امتياز لجيد، وفي جيد جدا برضو نزلوا عشان خاطر الاسقاط المعكوس اللي انتوا وقعتوا فيه. بسقط الحوائط، اول حاجة احنا اتفقنا عليها ان احنا بنسقط المعماري. طبعا الناس اللي بتحضر المحاضرات ما وقعوش في اي خطأ من المشاكل دي خالص، ما كانش عندي مشكلة معاهم. ارتفاع الحيطة يا جماعة من 3 متر ل 23 زي ما احنا اتفقنا، على حسب الحاجة اللي احنا اتفقنا عليها. في حاجة اسمها بلاطة السقف، ودي تهشيرها بيكون كروس. ما بهشرهاش زي الحيطة. في حاجة اسمها خط الارض، ودي بتتعمل باللون الاسود تحت، ما بتتعملش نفس انديكيشن الحيطة، لان في ناس برضو درجة الارض يعني ليه ما اخدوش من الدرجات العالية، لان مهشرين الارض زي خط الحيطة. ببدأ بعد كده اسقط الشبابيك، الشبابيك دي جزء من المعماري بتاعي، على الارتفاعات اللي احنا اتفقنا عليها، وهي طبعا ارتفاعات الشبابيك دايما بتكون ثابتة، الا لو انا عايز اعمل شباك مكمل لحد تحت الارض زي بانوراما كده. تفاصيل يا جماعة الشبابيك، الجلسة والحلق والكلام ده كله، بيبقى فيه فريم للشباك. الناس ما فيني بعض منكم
رسمينها خطوط فقط. اللي لو انا عاملاه شباك متقسم هيتقسم مربعات متساوية، عشان في برضو البعض منكم عاملها قطعات كبيرة جدا غير منطقية. كل التفاصيل دي وديزايننج الشباك انا ما بقلفش فيها، انا بختار الديزاين اللي انا عايزاه وبشوف الانسب للتصميم بتاعي وببدأ احطه. الكورنيشة خاصة في الديزاينز اللي هي الكلاسيك ديزاينز بتبقى مهمة جدا، وبتربط لي الشكل السقف بتاعي بالحيطة بتاعتي، فمهم جدا ان انا اعملها. البعض منا برضو عمل كورنيشة وما كملهاش زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامي ده. الكورنيشة بتتعمل اليمين زي الشمال، وبتتكمل ما بينهم بخطوط متساوية على حسب طبعا ديزايننج الكورنيشة. طبعا لما باجي بختار ديزايننج شباك بيكون الشباك اليمين زي الشباك الشمال. هبدأ دلوقتي اسقط الكنبة، وواضح ان هي في الحيطة اللي ما بين الشباكين، بيبقى فيه ارتفاع الجلسة بتاعت الكنبة وفي المساند. وطبعا لما باجي بختار كنبة اغلب الاوقات بتكون موحدة مع شكل الفوتيهات، الا لو انا عاملة ديزايننج لفوتيه تاني مقبول، مفيش اي مشكلة خالص ان انا اعمل كده على حسب نوع الستايل اللي انا شغالة بيه. نراعي ان انا لو هستخدم لامب زي كده ارتفاعها ده مناسب، يعني هل مناسب ولا لأ، وهل مناسب كمان لو انا فتحت الشباك او قفلته. ممكن يكون الشباك بيتجر ما فيهاش مشكلة، بس اهم حاجة ما يكونش بيعوق حركة الشباك، لان ده بيبقى مشكلة عندي في التصميم بتاعي. هنا بدأت حسقط الترابيزة اللي موجودة على الناحية اليمين زي ما موجودة قدامي بالظبط. واضح ان الترابيزة دي طالما انا هاخد الفوتاي اللي قدامها هتكون متغطية، فممكن اقطع ورا الفوتاي، بس طبعا لازم ساعتها هحرك في خط القطع بتاعي، او اخدها معايا عادي خالص وابدأ اسقط الفوتيهات بتاعتي. انا بدأت احط هنا الكوشنز برضو، مهم اوي الكوشنز كمان خاصة في الالوان، لان ساعات الوان الكوشنز هي اللي بتربط لي الوان السكشن كله مع بعضه، زي ما اتكلمنا في اختيار الالوان قبل كده، وهنأكد عليه ان شاء الله في المحاضرة الجاية. زي ما انتوا شايفين هنا انا بدأت عمالة افكر يا ترى احط لامب ولا لأ. قلقانة جدا ان انا احط لامب، لان ليه؟ هيكون تحت الشباك وهيعوق فتحة الشباك. بدأت ارسم الفوتيه بتاعي، الظهر برضو نفس الكلام، الارتفاع، المسند، كل حاجة انا بحط التفاصيل بتاعتها بناء على اللي انا شايفاه. الفوتيه الشمال محطوط زي الفوتيه اليمين. انا كنت افضل ان انا ممكن اخلي الفوتيه فيه اختلاف ما بينهم، فوتيه على 45 على سبيل المثال، لو كان الفوتيه اللي على الناحية اليمين على 45 كان هيكون افضل. الترابيزة بتبقى كويسة قوي برضو لو انا نزلتها معايا في السكشن. دلوقتي انا بدأت اسقط الفوتيه اللي هو موجود ورا، واعتقد برضو ان ده مكانه مش موفق جدا. انا مش بتكلم في ديزاين قوي على قد ما بتكلم ان هو مكانه دلوقتي اللي قاعد فيه هيكون يعني لو حد قاعد في الفوتيه اللي قدامه هيكون مغطيه، وطبعا ده برضو هيبقى عيب في التصميم، يعني مش هتبقى حاجة كويسة خالص. الا لو انا جبت الفوتيه بتاعي على 45 وشلت بقى الفوتيه اللي قدام ده خالص، لكن ان انا احط كراسي ورا بعض كده كاننا في السينما دي ما تبقاش حلوه، وبالعكس بتزنق الدنيا كمان.
انا جيت هنا بفكر بقى هبدأ انزل في وحدة ارفف مثلا محطوطة في الزاوية، اوكي مفيش مشكلة، وممكن تحتها يبقى في زي وحدة مغلقة تتفتح، مفيش مشكلة، وممكن اعملها ارفف بعد كده احط فوق مثلا كتب، احط اي وحدات مثلا تخزين whatever، يعني في حلول كتير ليها ممكن افكر فيها. بس انا كنت افضل طبعا انها ما تبقاش مقفولة زي ما هي موجودة في البلان، انا سبتها ارفف مفتوحة. بدأت انزل النجفة، النجفة جزء من التصميم يا جماعة بتاعتي، او وحدات الاضاءة المعلقة ده جزء لا يتجزأ من التصميم بتاعي وبيكمل الشكل بطريقة كويسة. بدأت افكر انا عايزة اعمل ايه في الحائط اللي ورا. انا افترضت ان انا شفت ديزاين مثلا وقلت ان انا هركز في الحتة اللي ورا الكنبة، ممكن يكون وول بيبر، ممكن يكون لون، يعني ان انا بحاول اعمل فوكل بوينت في الحتة دي شوية، مفيش اي مشكلة.